صباح الخير والجمال على مشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في أولى حلقات برنامج ابني حياتك. يسعدني أن يكون معايا في البرنامج صديقتي الإعلامية آلاء حافظ. صباح الخير يا آلاء. صباح الخير يا سلام. ويسعدني النهاردة أن يكون مشرفني في الفقرة الأولى من فقرات برنامجي الأخصائي الأستاذ الدكتور عادل السمنودي، أخصائي تأهيل تخاطب وباحث ماجستير التربية الخاصة ومدير عام مركز أنا أستطيع لعلاج سوء الاحتياجات الخاصة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا سلام. اتفضل. صباح الخير يا دكتور عادل. صباح الخير يا فندم. حضرتك احنا بنسمع عن ان في ناس كتير عندها توحد، بس في ناس ما تعرفش يعني ايه توحد. ممكن حضرتك تدي لنا فكره بس يعني ايه توحد؟ هو التوحد بالنسبه للتوحد هو اضطراب نمائي. اضطراب ده يعني خلل او مشكله، او اضطراب ده خلل نمائي اللي هو مراحل نمو الطفل، يعني خلل في عمليه او في مراحل نمو الطفل، بيتميز أو بتأثر على ثلاث جوانب أساسيين في الطفل. ثلاث جوانب دول اللي هم السلوك واللغة والتفاعل الاجتماعي. تمام؟ ده بالنسبة لتعريف التوحد. في تعريفات كتير جدا للتوحد، أو ده أعم تعريف فيهم. في تعريف تاني بيقول لك اللي التوحد ده اضطراب في الجهاز العصبي المركزي. اضطراب يعني خلل، وجود خلل موجود في الجهاز العصبي المركزي. طب ايه الجهاز العصبي المركزي ده؟ هو الجهاز المسؤول عن نقل الاشارات من والى المخ. تمام. بيأثر برضو على الجوانب الاساسيه زي اللغه والسلوك والتواصل او التفاعل الاجتماعي. يعني عموما نستنتج من كده يا دكتور ان التوحد عموما عباره عن اضطراب او خلل في الجهاز المركزي العصبي. تمام. او اضطراب في عمليه النمو الطبيعيه للطفل العادي. طيب تمام. احنا طبعا اي حاجه بيبقى لها اسباب، احنا ممكن نعرف من حضرتك ايه هي اسباب التوحد؟ هو للاسف للنهارده الاسباب التوحد غير معلومه الاسباب، ولكن في علماء طبعا بداوا ينزلوا نظريات او يحاولوا تفسير اي فكره التوحد. تمام. العلماء اللي بداوا او النظريات اللي موجوده عشان نقدر نفسر بيها سبب التوحد، ولكن هي ما اجزمتش او ما فيش نظريه لغايه الان بتتكلم ان في سبب اساسي للتوحد. تمام. ممكن نعرض بعض النظريات لان هتبقى مهمه جدا. اللي بعض الاطفال من التوحد اللي عندهم توحد بيكون عندهم مشاكل في اللي احنا هنذكرها دلوقتي او هنذكرها في النظريات. النظريه الاولانيه بتقول النظريه العضويه. النظريه اصحاب النظريه دي او العلماء اصحاب النظريه دي بيقول لك الطفل ده او طفل التوحد بيكون دايما عنده كهرباء على المخ، ودي بتاثر على عمليه النمو بتاعته او بتاثر على الجانب السلوكي او اللغه او الكلام ده. طيب عشان نثبت النظريه لازم يكون بناخد عينه من المجتمع من اطفال التوحد وبنبدا نطبق عليها النظريه. لو احنا طبقنا عليها النظريه واسباب والاطفال كلهم عندهم الكهرباء دي، يبقى النظريه دي اثبتت نجاحها ونقدر نطبقها. يبقى دي سبب التوحد. تمام. فبالتالي النظريه دي لما بدات تشوف الاطفال بتاعه التوحد، تمام، او بدات تشوف العينه اللي هم جابوها، بعض الاطفال فعلا طلع عندهم كهرباء، في اطفال تانية ما طلعوش عندهم كهرباء، فبالتالي ما نقدرش نقول اللي دي نظريه او سبب اساسي من اسباب التوحد. ولكن في كل طفل عنده كهرباء بيبقى عنده توحد؟ لا ده مش شرط طبعا. في اطفال عندها كهرباء وما عندهاش توحد، ودي النظريه اللي اثبتتها. وفي اطفال عندها توحد ما عندهاش كهرباء. تمام. فبالتالي النظريه دي اثبتت ما نقدرش نعممها. يبقى احنا كده ما نعتمدش على النظريه دي كاساس. لا هو في تعميم التوحد. احنا قلنا اللي احنا لغايه النهارده ما نعرفش سبب من التوحد. تمام. عشان كده بنقول النظريات كلها تجارب. ايوه تجارب. اللي احنا لسه اصلا بنحاول نشوف ايه سبب التوحد ده. من ضمن النظريات برضو النظريه من ضمن النظريات العضويه بتقول لك حجم المخيخ. حجم المخيخ ده اللي موجود عند الطفل التوحد بيقول لك اصغر من الحجم الطبيعي. تمام. فبداوا برضو يعملوا احصائيات وجابوا اطفال توحد بداوا يشوفوا حجم المخيخ يبدا عند الطفل. لقوا برضو بعض الاطفال عندها حجم المخيخ فعلا صغير، في اطفال تانية لا. فعشان كده ما نقدرش نعمل نظريه. طب ده بيبقى له عوامل حضرتك مؤثره من مثلا التربيه للطفل او كلام ده، سوء معامله الطفل مثلا او شديه الاهل في معامله الطفل مثلا ممكن ياثر عليه او يعمل له توحد، ولا ده ملهاش دعوه بالموضوع؟ هو التوحد الطفل التوحد بيولد توحد. تمام. تمام. ولكن العوامل اللي حضرتك بتقول عليها دي بتزود او بتزود من حده وجود التوحد، او متزود من الاضطرابات السلوكيه، بتزود من الحرمان البيئي من الكلام، بتزود بقى اضطرابات كتير كعوامل خارجيه. تمام. تمام. طب ازاي الام او الاب يقدروا يعرفوا ان ابنهم عنده توحد؟ يعني ايه العلامات اللي بتدل على التوحد؟ طيب ده سؤال مهم.
وهنبدأ نقسمه لحاجتين. الحاجة الأولانية اللي هو مثلا الطفل ده مراحل الطفولة المبكرة، اللي هو الطفل لسه رضيع بيبي، طب أنا هعرف إزاي اللي هو عنده توحد عنده مشكلة؟ ممكن نقول العلامات دي علامات خطر لوجود مشكلة عند الطفل، مش لازم أن تكون توحد، ممكن تكون إعاقة تانية. تمام. ولكن علامات الخطر دي أنا لو شفتها على ابني وهو صغير لازم أجري أشوف تشخيص دكتور، أعرف إيه السبب، إيه المشكلة اللي عنده، أبدأ ألحقه بدري طبعا ألجأ لمختص، لأن التدخل المبكر بيفيد جدا في تأهيل الطفل التوحدي. تمام. فالأسباب دي أو العلامات اللي بتظهر على الطفل وهو صغير، تمام، في الفترة الأولانية من عمر الطفل، الطفل طبعا وهو رضيع بيبي مامته بترضعه مثلا، بيبص لعينيها، بيبدأ يشوفها، يبدأ يتعامل معاها، يبدأ نظرة العين، يعرف مامته، الكلام ده كله. الطفل اللي عنده مشكلة أو عنده توحد لا، ما بيقدرش يميز وجود مامته أو وجود شخص غريب، مش هتفرق معاه لأن أنا ما بتتواصلش مع الأم اللي قدامي. تمام. طفل التوحد برضو أو الطفل اللي عنده مشكلة في أو العلامات الخطر، عشان ما نقولش ده سبب من التوحد أو ده علامات من التوحد وهو صغير. تمام. من العلامات الخطر في السن الصغير اللي الطفل التوحدي ده ما يقدرش يميز الناس المهمين في حياته زي بابا وماما، بل كمان ما بيقدرش يفهم المشاعر، عندوش فهم المشاعر. انا لو بلعب بيبي صغير بقعد العب معايا، الكلام ده بيبدا يبادلني، انا بضحك هو بيضحك، هو ده تبادل المشاعر. تمام. لو شافني متكشر كده تلاقيه بدا بيبان يزعل برضه على وشه مثلا، او بيبدا يتاثر، ده وكمان بيبدا يتفاعل معايا في فكره الاموشن بتاع الوش او الكلام ده كله. الطفل التوحدي او الطفل اللي عنده مشكله وهو صغير لا، ما بيبداش يتعامل بالطريقه دي. تمام. ما بيستجيبش للمشاعر والرياكشن بتاع مثلا الشخص اللي قدامه اللي بيلعبه او كده. اكيد. الطفل الصغير برضو من ضمن العلامات، الطفل الصغير وهو بيبي لو شاف مثير او حركه او نور او الكلام ده بيبدا يلف وشه يتابع المثير او الحركه دي. تمام. الطفل اللي فيه مشكله او فيه توحد ما يقدرش يتابع دي، او هو ما بيعملش الحاجه دي. تمام. فبالتالي ما نقدرش نقول او دي علامات نقدر نقول ان الطفل ده عنده مشكله، يا بابا اجري روح لدكتور، يا بابا اجري روح لاخصائي، يا بابا روح اجري للمتخصص، عشان كل ما الوقت بيعدي بتبقى الموضوع اصعب شويه. طيب، في علامات تانية بتظهر على الطفل في سن كبير شويه، او نقول عليها العلامات بتاعه الطفل التوحدي الكلاسيكي. تمام. العلامات دي يعني بيقول لك الطفل بيتعامل كانه اصم. هو الطفل اصم؟ لا، هو مش اصم، هو الطفل التوحد ما عندوش اعاقه، يعني ما عندوش ضمور، ما عندوش اعاقه سمعيه، ما عندوش اعاقه بصريه، ما فيش اعاقه عضويه. طبعا ما فيش اعاقه جسديه او عضويه. طب هو ازاي اصلا الطفل ده بيتعامل كانه اصم؟ هو ممكن الطفل بتفضل الام مثلا او الاب ينادوا عليه وهو مشغول في حاجه، ولا اكنه سامع حاجه خالص. تمام. يعني ولا اكنه حد بينادى عليه، فبيتعامل اكنه اصم. انت انت سامعني؟ تمام. تمام. دي سمة من سمات التوحد اللي احنا بنشوفها. طيب، في سمة تانية، في سمة تانية من سمات التوحد اللي هي الروتينية. طفل التوحدي طفل روتيني. يعني ايه روتين؟ هو متعود على نظام معين بيعمله كل يوم، بيعمله ما بيزهقش منه، ما بيملش منه، ممكن يفضل 24 ساعة بيعمل السلوك ده او بيعمل الحركة دي، فبالتالي ما بيملش خالص من الروتين. بس ده بالنسبه له ده الوضع الطبيعي بتاعه، الطبيعي بتاعه، لان دي سمه او لازمه من اللازمات. تمام. بتاعته. الروتينيه ممكن تكون في الاكل، يعني ياكل نوع معين من الاكل يفضل على طول عليه طول النهار وطول الليل، ويبدا طول حياته ممكن يفضل ماشي على الاكل ده. طب لو روتينيه تغير، في المبس. لو تغير الروتين ده يعني بيحصل عنده غضب او كده؟ بيحصل عنده نوبه غضب ونوبه هيجان ونوبه ممكن يرفض اصلا اي طعم تاني او اي اكل تاني. لو روتيني في الاكل، لو روتيني في اللبس، لازم التيشيرت ده عليه البنطلون ده، لو اتغيره يبقى يعني خلاص. يعني كده طبقا لكلام حضرتك يا دكتور، ان من الممكن ان الطفل يولد اصلا انه متوحد او انه يصاب في سن معين؟ يعني هو كده طبقا لكلامك ان ممكن الطفل اصلا يتولد عنده توحد؟ الطفل بيتولد عنده مش شرط ان هو سن معين، او مثلا يبدا عند سن معين ان هو ممكن يتصاب بالتوحد، يعني ممكن يكون مولود بيه اصلا. هو لازم يكون مولود بيه. هو بيجي لنا اولياء امور او بعض الدكاتره الزملاء بيبدا يقول لي، او وليه الامر بتيجي تقول لي والله الدكتور بيقول لي لو ابنك سبتيه كده تمام هيتقلب لتوحد. فبيكون الرد الطبيعي بتاعي هو الطفل اللي ما ينفعش يتقلب توحد. ما في اضطرابات تانية كتير جدا شبيهه بالتوحد. زي ايه؟ اكتئاب الطفوله. الاضطرابات دي فيها لازمات او صفات من صفات التوحد. ما نقدرش نقول ان الطفل اللي قدامي ده طفل عنده توحد او طفل جاله توحد، لان هو مش مرض او مش دور برد.
دور برد، انا مشيت جنب حد عنده توحد فانا اتعديت بقى عندي توحد، مفيش الكلام ده طبعا. طبعا تمام. حضرتك كدكتور ازاي بتبدا تشخص الحاله انها مصابه بالتوحد؟ عمليه التشخيص دي عمليه دقيقه جدا، وللاسف احنا ممكن واحنا ماشيين في الشارع ام شافت حركه غريبه تقول الحق ابنك عنده توحد. للاسف احنا دلوقتي في مجتمع او عايشين في بيئه كل الناس بقت بتقول على اي حد عنده مشكله بقت توحد. حتى بعض الدكاتره المتخصصين، مع احترامي طبعا للكامل للدكاتره، ولكن عشان اقدر اشخص الطفل التوحدي لازم اعدي كذا مرحله. انا اول ما الطفل بيجي لي وهو لسه ما راحش لاي حد ببقى شاكك في كذا حاجه. يعني الطفل مثلا التوحد ده او الطفل اللي جاي لي بيعمل لازمات وبيلف حوالين نفسه وبيعمل اوكولاريا اللي هو ترديد الكلام، او بيعمل اي رفرفه، او بيعمل اي لازمات تكراريه بتاعت الاعراض بتاعته. تمام. طيب هو بيجي لي دلوقتي انا عندي احتمال ممكن الطفل ده يكون اعاقه سمعيه. طب انا لازم اتاكد اللي هو ممكن اعاقه سمعيه، لان هو لو مش سامع اللي بيتكلمه ما هيتعامل كانه اصم، اللي هي اللازمه بتاعت التوحد. تمام. طب هو لو ما بيسمعش كويس مش هيقدر يتكلم، لو ما بيسمعش كويس مش هيقدر يتفاعل مع يتفاعل اي مع صوت حواليه او اي حاجه حواليه، فبالتالي لازم اتاكد ان الطفل اللي قدامي ده مش اعاقه سمعيه، فانا ببعت ولي الامر ده للدكتور بتاع السمعيات. تمام. وببعت ده، احنا دلوقتي بنتعامل كفريق، الفريق ده مكون من كذا فعل اللي احنا هنتكلم فيهم دلوقتي، دكتور سمعيات عشان يشخص للطفل ده اعاقه سمعيه ولا سمع عنده كويس. تمام. دكتور مخ واعصاب عشان يقدر يشوف الطفل ده عنده ضمور، عنده كهرباء، عنده مشاكل يقدر يعالجها. تمام. دكتور نفسي، نفس اطفال، يشوف الطفل ده عنده اكتئاب طفوله، عنده اشياء تانية غير التوحد. تمام. ايه اخصائي التخاطب اللي هو بيقوم بعمليه التاهيل للطفل بشكل عام، اللي هو بقى التخاطب وتنميه المهارات. ده طبعا اخر مرحله بنجزم بيها ان الطفل ده كده مصاب بالتوحد، لو لقيناه سليم في المراحل اللي فاتت دي كلها يبقى كده اخر مرحله بيؤكد ان هو مصاب بالتوحد. ده اعتقاد خاطئ يا استاذ اسلام. تمام. التخاطب مع الدكتور المخ والاعصاب مع السمعيات مع كله ماشي فريق واحد. التخاطب لو احنا اكتشفنا ان الطفل ده عنده مشكله زي ما احنا قلنا الاعراض اللي هو لسه بيبي صغير، لو بدانا معاه من المرحله وهو صغير الطفل ده بيبقى كويس، او بحد كبير بيبقى التاهيل فارق معاه كتير قوي. تمام. ليه؟ احنا بقى عندنا دلوقتي علم كامل اسمه التدخل المبكر، علم بيتكلم عن تكوين الطفل والتعامل مع الطفل من لحظه الولاده اللي هي عمره صفر. يبقى انا ازاي استنى الطفل لما يروح يشخص مخه واعصابه ويشخص سمعي طب ما انا ممكن اشتغل. تمام. حتى لو سمعي ما انا بشتغل مع السمعي، حتى لو تاخر ما انا بشتغل مع تاخر عقلي، حتى لو اعاقه تانية انا بشتغل معاه. تمام. حضرتك فهمنا نقصه دي؟ تمام. يعني هو لو ثبت ان هو كده سليم من حيث الدكتور السمعي ان سمعه كويس، بعد كده طبعا المخ والاعصاب، بعد كده بيخش على مرحله التخاطب التاهيل. تمام. التاهيل وبعد كده التخاطب. الدكتور النفسي والتاهيل اللي هو التاهيل التخاطب ده للطفل اللي هو مصاب بالتوحد بعد الولاده. لا مش بعد الولاده، في سن معين الطفل بيولد توحد. انا دلوقتي اللي احنا اتكلمناه تشخيص، انت حضرتك بتقولي لي تشخيص الطفل التوحدي، فانا قلت لحضرتك اي طفل بيجي لي عشان اقول عليه توحد لازم الدكاتره دي كلها تقول عليه توحد. تمام. استبعد الاعاقات، والدكتور المخ والاعصاب يقول عليه توحد، الدكتور النفسي يقول عليه توحد، انا كاخصائي تخاطب ما بقولش عليه توحد برضه اول ما بيجي لي، لازم اتعامل معاه فتره في التاهيل واشوف تقدمه. ما ممكن يكون حرمان بيئي، طفل حرمان البيئي ده اللي هو اتمنع من التفاعل الاجتماعي واتحرم من وجود اطفال في البيت وما بيتفاعلش مع حد وماما سايباه قدام التلفزيون او الكلام ده كله، ممكن ما يبقاش توحد مع ان هو عنده اللازمات بتاعه التوحد. فبالتالي انا كمان كاخصائي تخاطب ما اقدرش احكم على الطفل لانه توحد الا بعد فتره من الشغل بتاعي لا تقل عن 3 شهور. ده عباره بقى عن مجموعه اختبارات حضرتك بتعملها له؟ طبعا، بجانب الاختبارات اللي احنا بنعملها خاصه بالتوحد عشان تتاكد ان هو شخص متوحد او طفل توحد. يعني شفت التشخيص عشان اعمل كل ده عشان اقول توحد. طب الاختبارات دي المرحله عمريه معينه ولا ممكن للطفل برضو اللي هو البيبي لسه الرضيع ده؟ في اختبارات خاصه بالسن الصغير، في اختبارات بتبقى خاصه بالسن اكبر شويه، كل الحاجات دي بتبقى اللازمات بتاعه التوحد او السلوكيات اللي بتظهر او الكلام ده بتظهر في عمر من اول الولاده لغايه 3 سنين اللي هو اقل من 3 سنين. تمام. طيب حضرتك كمدير عام مركز انا استطيع لتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه واسلوب التخاطب، حضرتك ممكن تقول لنا الطفل اول ما بيخش عند حضرتك في المركز بتبدا ايه الخطوات العلاجيه بتاعته اللي بتبدا حضرتك تعملها معاه؟
مراحل يعني التأهيل مثلا او مراحل بتبدا العلاج. حضرتك مراحل التأهيل ومراحل العلاج او مراحل عموما الاجراءات الطبيه اللي حضرتك بتعملها. طيب تمام، خلينا متفقين على شيء، سر نجاح التوحد هو الام تمام والاندماج في الحياه الطبيعيه. هو طفل توحدي فبالتالي هو منعزل عن الحياه، اندماجه مع الحياه الطبيعيه بتزود عندي الانتباه والتركيز، بتزود عندي تفاعل الطفل اللي هو محروم منه، بتزود عندي فكره اللي هو يكتسب معلومات جديده، تمام، عشان تساعدني في التخاطب اللي هو تمام اللغه الاستقباليه، ده بعد كده بيتساعدني كمان في اللغه التعبيريه ده. فبالتالي سر نجاح الطفل هو ولي الامر. تمام، تاني حاجه من سر نجاح الطفل المركز، المركز اللي بيتاهل فيه الطفل. يعني ايه المركز اللي بيتاهل فيه الطفل؟ اولا لازم ولي الامر يحضر جلسه ابنه. تمام ما ينفعش ان انا اكون كمدير مركز اقول للولي الامر حضرتك استنى بره ما تحضرش الجلسه، اصل ابنك بيتشتت زي ما بيحصل، او ولي امور تيجي تقول لي. تمام، ما ينفعش ابنك حضرتك بيتشتت في الجلسه فانا ما ينفعش انت تحضر معايا الجلسه، ممنوع، ده ما ينفعش. ولي الامر هو مسؤول مسؤوليه كامله عن تاهيل ابنه مع المركز. المركز هو ماشي تاهيلي وموجه. طب انا الطفل بيقعد عندي مثلا 4 ساعات في اليوم، طب هو بيقعد بقيه ال 24 ساعه فين؟ مع ولي الامر. تمام في يبقى بيته مين طبعا اللي هيبقى تاثيره اقوى؟ ولي الأهل 4 ساعات الأهل ولا طبعا 20؟ الأهل يبقى الاهل. تمام فبالتالي نصيحه لكل اولياء الامور ذوي الاحتياجات الخاصه مش التوحد بس، لازم تحضر الجلسه مع ابنها، تشوف الاخصائي بيشتغل ازاي عشان اقدر اطبق في البيت. حتى لو الاخصائي بيكتب لها، ما هي ما شافتش تطبق ازاي. حتى لو انا كتبت لولي الامر احنا عملنا كذا النهارده وعملنا كذا النهارده، الكلام ده كله عندي في المركز. تمام، ولي ما فيش حاجه اسمها ولي امر ما يحضرش جلسه ابنه. تمام يعني الطفل عندي من 9 صباحا لغايه الساعه 4 اللي لغايه الساعه 1، تمام، ده دوام. اللي هو الجلسة ولكن ولكن الام بتيجي كل اسبوع بتحضر جلستين معاه، تيجي تحضر معايا في المكتب، تقعد انا بقعد قدامها وبشتغل مع الطفل قدامها وبشتغل ازاي. طب في نقاط قوه بقول لها يا ماما اهتمي لي بالحته دي، في نقاط ضعف اهتمي لي بدي، طب حضرتك ما اشتغلتيش معايا الحته دي ليه؟ حضرتك اكدي لي على النطق المره دي، اكدي لي على اللزمات عشان في لزمات معينه عايزين نعدلها. ببدا اتكلم مع الام في الموضوع ده. فبالتالي حضور ولي الامر هو شيء اساسي وضروري في نجاح عمليه التاهيل. ده على اساس ان برضه الطفل هو في البيت الاهل ممكن يديله جلسه مثلا برضه، ده هو ولا اساس. شرط ان هو لازم يبقى عند حضرتك لا عشان يحس طبعا، ان هو يعرف ان حضرتك ازاي بتتعامل مع الطفل او بتتكلم مع الطفل، على اعتبار ان هو يعرف بعد كده ان هو ازاي يتخاطب معاه او يتعامل معاه. هو انا دلوقتي بحضر ولي الامر ليه؟ او ولي الامر ليه؟ عشان طبعا يتعلم ويبدا عشان ان هو يعرف يتعلم اللي يتعامل هو اللي يعرف حضرتك عملته مع الطفل. يعرف انا تمام اتعاملت ازاي عشان يشتغل عليه في البيت. كل ما ولي الامر اشتغل مع الطفل اكتر وقت ممكن في البيت، كل ما كانت نسبة التأهيل بتكون اعلى وافضل. تمام يعني بتكون اعلى وافضل في نسبه التاهيل. تاني حاجه في المركز عندي، تمام، عامل مكان لما جيت احط معيار للمركز اهتميت جدا بمعيار الحركي للطفل. اطفال تمام. التوحد او اطفال الاعاقه بشكل عام عندهم مشاكل في مثلا طفل ممكن يكون عنده مشاكل في التوازن، طفل تاني ممكن يكون اعاقه حركيه فعنده مشكله في الحركه، طفل تمام توحد يكون عنده هايبر اكتف فرط حركه فبالتالي الطفل اللي عنده فرط حركه ده انا عايز اطلع الطاقه اللي عنده واستخدمها صح في الانتباه والتركيز، تمام، واطلعها عن طريق عشان رياضه يبدأ يتجاوب. عشان يبدا يكون قاعد في الجلسه بدون اي ادويه بدون اي حاجه، قاعد هادي بياخد القدر المستفاد من الجلسه بتاعته. فلما جيت انا عندي في المركز عملت مساحه كبيره جدا، تمام، مؤهله كامله للحركي، سلم طاير، سلم نفسي حركي، تمام، حائط تسلق الطفل بيطلع عليه على الحيطه، نطيطه، زحليقه، اطواء عشان الطفل كلها وسائل ينط ترفيه فيها، برضه للطفل وفي نفس الوقت منها ترفيه ومنها علاج انا برضه، بطلع وسيلة الطاقه اللي علاج. عند الطفل ده. تمام طيب في اطفال توحد بيبقى عندها خمول كسل، ببقى كسلان، فبالتالي انا اعمل ايه؟ برضو بستفيد بالجانب الحركي ده. فعشان المركز عندي كده حتى الفرعين بتوعي، تمام، اللي في دمياط او في بلقاس، جاهز فيهم برضو نفس الاجهزه الحركيه اللي موجوده في كل لأن فرع، ده طبعا لان ده بتعتبر شق من أدوات مهم العلاج. جدا. تمام تمام، غير كده كمان الاطفال التوحد بيخافوا من حاجات محدش بيخاف منها، ما هي دي من ضمن اللازمات بتاعت الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه او التوحد. تمام تمام، فالطفل مثلا عندي كان طفل بيخاف من الحمام، بيخاف من قعده الحمام. طب انت هتتعلم الحمام ازاي؟
هل انت هتفضل طول عمرك لابس بامبرز مثلا؟ لا مش هينفع. فبدانا نعمل له تعديل سلوك. حته تعديل السلوك دي مهمه جدا جدا جدا، في بعض الاخصائيين بيتغاضوا عنها. انا بتعتمد مهارات وتخاطب، تعديل السلوك هو ماده اساسيه في التربيه العاديه وتربيه ذوي الاحتياج الخاصه، اللي مراكز كتير جدا بتتغاضى عن كلمه تعديل السلوك او ما تعدلش السلوك. طب الطفل ده هيبقى طبيعي ازاي؟ هو بيعمل سلوكيات، ما انت لازم تعدل السلوك. تمام. فبالتالي الطفل اللي مثلا اللي كان بيخاف من القعده ده، بدانا ندربه على قعد الحمام، بدانا نعلل له البامبز يقعد على الحمام يعمل، بدا يطمن، بدا شويه شويه بدا يعمل حمام. برافو، ايه ده، احنا علمناه يخش الحمام. احنا استفدنا من حضرتك كتير ومعلومات حضرتك القيمه ديت، ونحب برضو في نهايه فقرتنا ان حضرتك تحب توجه الشكر لمين، او تحب ان حضرتك تذكر مين في على الهواء. طبعا احب اشكر والدي ووالدتي واخواتي، طب هم سبب الفضل في اللي انا فيه، واشكر فريق عمل مركز انا استطيع. صور فريق العمل لو سمحتم. فريق عمل مركز انا استطيع اللي انا طبعا فخور بيه في كل مكان، ودايما مشرفني في اي مكان بالتاهيل بتاع الاطفال وشغلهم. وبخص بالذكر طبعا مشرفه المركز، المشرفه العامه مس فاطمه الديك. طبعا ده صوره حضرتك مع طفل حاليا، ده اعتقد من احد الحالات اللي حضرتك حسام ده اشرفت حبيبي، ده زي عليها. ابني بالظبط، ده حسام. تمام، ده يعني من ضمن الحالات اللي اتعالجت عند حضرتك صورتك مع الطفل هي على الشاشه اهي. جميل، ده حسام ابني، ده يعتبر ابني بالظبط. ده من ضمن الحالات اللي كانت عند حضرتك طبعا، وتم علاجها بالفعل. ده من صحاب المركز، ما نقدرش نتكلم. الحالات اللي حضرت طبعا مع حضرتك في المركز. تمام، ده حسام. وطبعا مس فاطمه اللي ماسكه اشراف المركز كامل، طبعا عليها عائق كبير جدا في غيابي او في حضوري، بين اللي هي بتشتغل في اخصائي مؤثر مع طفل، بتشتغل طبعا كل معايا الفريق ده بتتعلم. بيساعد حضرتك برضه في الجلسات وكلام من ده، ويشرف على الجلسات مع حضرتك. طبعا فريق عمل هو سبب من اسباب نجاح مركز انا استطيع. مركز انا استطيع، حضرتك شرفتنا يا دكتور جدا، واستفدنا من معلومات حضرتك القيمه، وانا عن نفسي شخصيا سعيد بالمعلومات اللي سمعتها من حضرتك. ونتمنى لحضرتك دوام التوفيق. ونخرج فاصل. شكرا استاذ. ونخرج فاصل ونرجع نكمل فقرتنا الثانيه، انتظرونا.